تتجه الأنظار إلى مجموعة بريكس، الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، التي تأسست من أجل إنهاء نظام القطب الواحد الذي تتزعمه أمريكا والدول الصناعية الكبرى. أصبحت اليوم بريكس بلس بعد انضمام هذه الدول. السعودية، مصر، الإمارات، الأرجنتين وإيران. اختيرت هذه الدول على أسس جغرافية واقتصادية، مثل الأرجنتين لقربها من البرازيل ومصر لأفريقيا، وتشكل ربع سكان العالم العربي. أما السعودية دولة نفطية تقود الأوبك وأوبك بلس، ولها القدرة في صناعة القرارات الدولية. والإمارات ذات الاقتصاد الحيوي والمتنوع، وبالتالي ينظر الخبراء لهذه الاقتصادات بأنها ستخلق تحولاً اقتصادياً قومياً يشهده العالم في السنوات المقبلة. شاهدوا ما حققته بريكس: 30% من إجمالي الإنتاج العالمي. انضمام هذه الدول إليها سيزيد من إنتاجها العالمي، وقد يصل بحسب خبراء إلى أكثر من 33%، وهذه النسبة التي تحققها مجموعة دول السبع. إذن نحن أمام تحول تاريخي، فالمجموعة تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم، ويشكل اقتصادها ربع الاقتصاد العالمي، وتمثل بتركيبتها الراهنة 40% من سكان الأرض، لديهم 11 مليون عسكري، و3 دول نووية، الهند وروسيا والصين، وتمتلك 26% من التجارة الدولية، وهذه أذرعها. بنك التنمية الجديد رأس ماله نحو 50 مليار دولار، والذراع الآخر الصندوق الاحتياطي ب100 مليار دولار، ليضمن عدم دخول دول بريكس بمشاكل نقدية. الخطوة الجديدة لتعزيز اقتصاد بريكس بلس هو إعلانها استحداث عملة رقمية موحدة لا تغنيها عن عملتها الوطنية. كيف سيتم العمل عليها؟ إصدار العملة سيتم على مراحل، وقد تبصر النور في غضون 5 إلى 10 سنوات، وقد يتم استخدامها أداة للاستثمار وبعدها للتجارة، بحسب ما كشفه إيفاندو كاسينو رئيس قسم السياسة النقدية في بريكس. يبدو أننا أمام تغيير تاريخي حقيقي. المشاكل الاقتصادية التي واجهها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الدولية شكلت ضغوطاً على مختلف اقتصاديات العالم، ضغوط دقت ناقوس الخطر في أروقة بريكس التي تتجه لأخذ احتياطها من أي خطر قادم. والسؤال الأهم هنا: لماذا لا تزال هناك دول تسعى لدخول بريكس؟ عن هذا قال أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن دول بريكس ليس لديها شروط سياسية وليست مصفوفة القيم. ما ليس معنا فهو ضدنا، فيها مقاربة اقتصادية عادلة والكل رابح. لا تنتهج سياسة الدول الصناعية في الاقتصاد كتحديد نسبة المتعاونين معها. وأخيراً، إنها مجموعة منفتحة ومستعدة للتعاون ومنح الفرص للشعوب الجديدة. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.